السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعاهد أعضاء الوضوء؟ إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء. وكذلك لو أنه اغتسل غسل جميع بدنه مثل أن انغمس في بركة فإنه يكفيه عنه وضوء، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق. ما دليل هذه الصفة يا شيخ؟ نعم دليل هذه الصفة، لأن أي الأخيرة الاكتفاء الأخيرة دليلها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر سوى ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يغتسل به قال خذ هذا أفرغه على نفسك. والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء وتوضأ الناس وبقي منه بقية فأعطاها هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يبين له الوضوء. نعم. عفى الله عنك، ما يقال أن الآية والحديث هذا يعني عموم فصلت السنة لا ما كيفية لا لو كان الاقتصاع على الآية فقط لكان هذا الذي أوردت يرد، يقول فاتطهروا فهو مجمل بينة السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف وأعطاه الرسول وقال خذ هذا فوق على نفسك ولم يبين له الوضوء. لو كان الوضوء واجبا لبينه، لأنه لا يجوز لا يمكن أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وجه عن وقت الحاجة.